السلام عليكم. أطلق ناشطون دعوة تحذيرية من سطو جماعات مسلحة على مساحات واسعة من الأراضي في عدن، ويعد مملاح عدن أحد هذه الأراضي التي تم السطو عليها مؤخرا دون أي تحرك من قبل السلطات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن. وتصاعدت في الآونة الأخيرة محاولات الجماعات المسلحة السيطرة على الكثير من العقارات والأراضي في المدينة، بينها مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ونقابة الصحفيين. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نتوقف عند هذه القضية لنناقش دلالات تصاعد عمليات السطو في عدن ودور الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة. لم تتعافى عدن بعد من آثار الحرب بعد عامين على استعادتها، وأخطر تلك الآثار هي سيطرة حالة الانفلات الأمني التي تسمح لكل من يملك السلاح بأن يبسط نفوذه على كل ما يقع تحت يده. يسمح بتمدد هذه الظاهرة وانتشارها ضعف الأجهزة الأمنية وغياب الجهاز القضائي وباقي أجهزة الدولة ذات الاختصاص. الجدير بالذكر أن أراضي المملاح ليست الأولى التي يتم البسط عليها، بل هناك الكثير من الحالات المشابهة، ولكن هذه القضية تكتسب أهمية خاصة نظرا لمكانة هذه الأراضي الاقتصادية والبيئية. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. نهب منظم للعقارات في عدن، أراض عامة وخاصة، منازل المواطنين، مقرات منظمات مدنية وغيرها، مما يستهوي كل من لديه أطقم عليها مسلحون ونفوذ قبلي. منذ تحرير المدينة من ميليشيا الحوثي والمخلوع قبل أكثر من عامين، تعيش عدن وضعا أمنيا غير مستقر، والذي بدوره فتح شهية المتنفذين في البسط على كل ما يثير مطامعهم من أراض أو منازل دون أدنى حق. وصل الحد بناهبي الأراضي إلى البسط على نقابة الصحفيين بعدن ومحاولة البسط على مقر اتحاد الأدباء والكتاب لولا تدخل المعنيين وهبة الرأي العام. المملح هو الآخر قصة مذهلة ومحزنة في ذات الوقت، فهذه الأراضي الحكومية التي تستخدم لاستخراج الملح والمحافظة على توازن مناخ المدينة تتعرض لعملية نهب واسعة وسط غياب مثير للغرابة لأجهزة الأمن والقضاء بحسب مصادر إعلامية. مصدر محلي قال لقناة بلقيس إن نافذين في عدن نهبوا منزل أحد المواطنين ثم باعوا له منزله بمبلغ 25 مليون ريال يمني. عبث منظم في عدن وتساهل يفتح شهية من يملك السلاح لسلوك طرق سهلة في تملك منازل وأراضي الآخرين ما دام لا رادع يوقف هذا العبث. عدم تفعيل مؤسسة القضاء أدى هو الآخر إلى تزايد أعمال السطو والنهب طالما والمجرم لا ينال جزاءه، في وقت تتجاهل الحكومة ومعارضوها في عدن القضايا الرئيسية التي تهم المواطن. وللمزيد حول هذا الموضوع نبدأ هذه الحلقة من عدن مع رئيس تحرير عدن الغد الصحفي فتحي بن الأزرق. مرحبا بك أستاذ فتحي. أهلا أخي بشير ومساء الخير لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. مرحبا بك أستاذ فتحي. في البداية، أكثر من مرة تنشر عن سطو على الممتلكات العامة، السطو على الأراضي في عدن، اليوم آخر ما نشرته هو السيطرة على أراضي المملاح. حدثنا عن تفاصيل هذه العمليات التي لا زالت متواصلة لأكثر من عامين. الحقيقة أن أراضي المؤسسة العامة للملح في عدن تتعرض منذ انتهاء الحرب الأخيرة لأعمال قضم متعددة من قبل المتنفذين وبلاطجة وأشخاص يدعون أنهم من المقاومة ومسلحين وأطراف متعددة. هذه الأراضي الخاصة بالمؤسسة العامة للملح لا تجد من يدافع عنها سوى مديرها الحالي الأستاذ العزيز ناصر الحسني وكافة طاقم المؤسسة من عمال وموظفين وموظفات وحراسة، لكن لا يمكن بالعقل والمنطق أن هذه القوة فقط تملك حماية هذه المنشأة الهامة وهذه الأراضي الهامة جدا لعدن وللدولة بشكل عام. الملاح تعرض أكثر من مرة لعملية محاولة سطو على أراضيه، وتمكنت إدارة الملاح من صد بعض هذه الحالات، وفشلت في أوقات كثيرة في أنها تتصدى لما يحدث. المطلوب هو تحرك حكومي عاجل لحماية هذه الأرض. والمؤسسة في عدن أن تعدد المؤسسات الأمنية والعسكرية، تعدد القوى المسلحة
جعل كل طرف ينفي مسؤوليته عن التحرك أو يتكاسل أو يتجاهل الأمر. نحن في عدن بحاجة حقيقية لإعادة ترتيب سلطات الأمن، لإعادة ترتيب القوات العسكرية، لإعادة ترتيب أو إخضاع أو إظهار هيبة الدولة للتصدي لكل هذه الظواهر السيئة والدخيلة على الناس في عدن. نعم، هذا التواطؤ الذي تتحدث عنه أستاذ فتحي، هل هو تماهي مع هذه الجماعات المسلحة التي تحاول السطو على أراضي الدولة؟ وأيضا هناك أكثر من علامة استفهام، لصالح من يتم ترك المجال أمام هؤلاء الجماعات للبسط على مؤسسات الدولة وأراضيها؟ الحقيقة هو المشكلة في عدن هو تعدد القوات العسكرية والأمنية في المدينة، الأمر الذي يجعل تداخل مهام هذه السلطات تداخل عشوائي وكبير ومضر. في كل مديرية توجد مقاومة وتوجد قوات عسكرية تابعة للجيش وتوجد قوات الشرطة وتوجد قوات مسلحة قبلية أخرى، كل هذه الأطراف تعمل في إطار واحد وداخل المدينة ضيقة وصغيرة، ولذلك في كل مكان يتم البسط عليه نجد طرف معين يحاول الاستفادة من قوة العسكرية ويتصادم مع الطرف الآخر. في مديريات أخرى نجد الأمن أضعف، في مديريات أخرى نجد الجيش أقوى، في مديريات نجد لا نجد الجيش ولا الأمن، نجد قوات مسلحة تابعة للمقاومة. هذا التداخل العجيب الغريب بين كل هذه القوى جعل الأمر السيطرة العامة على الوضع في عدن صعبة، رغم أن الأمن للأمانة وقوات الحزام الأمني والكثير من التشكيلات التابعة للشرطة العسكرية تبذل الكثير من الجهود، لكن انعدام تحديد المسؤولية القانونية على طرف معين هو من تسبب بحالة الإرباك. نحن بحاجة لتحديد قوة أمنية واحدة في عدن تكون مكلفة بحماية المشاة العامة بوقف أعمال البسط، لكن المؤسف مثلا أن بعض المتسلين يبصر فيذهب يأتي لك بطقم أو طقمين من الجيش أو يأتي لك طقم وطقمين من قوات المقاومة أو خلافة، كل هذه الأعمال العشوائية هي انعكست للأسف الشديد بشكل كبير في تعاطي مع هذه الأعمال. نعم، الجهات التي تسعى للاستحواذ على هذه الأراضي فتحي، هل هي جهات معروفة؟ نعم، هي في الغالب طبعا مشكلة الأراضي في عدن، هناك مشكلة كبيرة حدثت خلال الحرب أو ما قبل الحرب، وهي أن المدير السابق للأراضي في عدن محمد ثابت للأسف الشديد تلاعب وتاجر بأراضي الحكومة وصرف أكثر من 3 عقود لكل أرضية حكومية، ووزع يعني أراضي الحكومة بعدد كبير جدا، وبالتالي فإن كل متنفذ يذهب إلى هذا الرجل ويقوم باستخراج وثيقة أو عقد تمليك أو عقد تأجير، ثم تجده يبسط لك على أرضية عامة، منشأة عامة، طريق عام، أماكن تخجل أن تذكرها، صرفت من خلال الحرب والناس كانت تقاتل الحوثي، وهؤلاء في الأراضي يقومون بصرف الوثائق، وبالتالي بعد انتهاء الحرب خرجت كل المتنفذين يملكون وثائق هي مدورة أساسا وغير قانونية، لكنهم يبرزونها في مواجهة الأطراف الأخرى، وهذا أحدث حالة من الإرباك. لذلك الحل في عدن يبدأ أولا في إلغاء كل العقود التي صرفت خلال الحرب أو فترة ما بعد الحرب أو ما قبل الحرب أيضا، والبدء بالتضحيص وإلغاء كل هذه العقود، ومن ثم التأكيد على أن كل المساحات الحكومية غير قابلة للتصرف، سواء للأفراد سواء للمؤسسات سواء لأي طرف آخر، ومن ثم تعزيز قوات الأمن وتعزيز الإجراءات والتصدي لكل من تسول له نفسه. لكن طالما لا يزال بعض العابثين في مصلحة أراضي وعقارات الدولة يصرفون العقود فهذه مشكلة. مثلا نحن نزلنا اليوم إلى الشخص الذي بسط على الأراضي في الإملاح، أخرج لنا وثائق رسمية وموقعة وقال أنا صرفت لي، أخبرنا قلنا لا يعقل أساسا أن يتم الصرف في منطقة أحواض مائية تابعة للإملاح، يعني بالعقل والمنطق دون النظر أساسا إلى أن كنت تملك وثائق أو لا، هذا أمر غير مشروع غير مقبول، لكن الرجل يفرز وثائق. لذلك فالدولة إذا أرادت أن تتحرك يجب أن تتحرك من منطلق أو من بداية موضوع الوثائق، يتم إلغاء الوثائق ومن ثم يتم تفعيل سلطات الأمن ومن ثم يتم التصدي للعابثين وهم كثر. نعم، يتوزعون ما بين
مقاولين ومقاومة ومسلحين ونافبين وبلاطقة وهدوم مجرد. طيب أستاذ فتحي تكرم بالبقاء معي، نشرك معنا في الحديث الأستاذ فضل محفوظ أمين عام الاتحاد التعاوني والزراعي. مرحبا بك أستاذ فضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ فضل، تجربتكم أنتم في الاتحاد التعاوني والزراعي، كان جرى الحديث قبل فترة بأنه تم السطو على أحد الأسواق التي تتبع الاتحاد، ضعنا بتفاصيل ما جرى لكم أنتم في الاتحاد فيما يخص السطو على ممتلكات الدولة ونهبها. ممكن نحن في الاتحاد التعاوني الزراعي قمنا باستئجار السوق في 2003 في ابريل 2003 من صندوق التقاعد وزارة الداخلية في صنعاء. نعم. وعن عرض المرحلتين انتهى العقد في 2023. الارض اللي استأجرناها ارض بيضاء. ارضية. نعم. بيضاء. قمنا ببناء جميع مكونات مشروع السوق من بنية تحتية كامل، من هناجر، مرافق قدمية، كهرباء، سفلت الارضية حق السوق. هذه كلفت احنا غيرها كلفت مئات الملايين. وكنا نعاني مشاكل بسيطة يعني في 2015 هذا، لكن بلغت الذروة في 26 سبتمبر 2016 باقتحام السوق. اقتحام السوق من إدارة أمن عدن وإخلاق الجمعية والاتحاد التعاوني الزراعي من السوق. وإلى هذا الآن قمنا بمتابعة الجهات المختصة جميعها في عدن وفخامة الأخ رئيس الجمهورية، معنا توجيهات واضحة من فخامة الأخ رئيس الجمهورية، معنا توجيهات واضحة من دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. نعم. معنا توجيهات واضحة من وزير الزراعة، معنا توجيهات واضحة من النيابة العامة. نعم. هذه التوجيهات تقضيها عالم السوق لا ما كان عليه قبل 26 سبتمبر 2016. نعم. من يرفض نعم أستاذ فاضل، من يرفض هذه الأوامر التي تتحدث عنها بتوجيهات من الحكومة والرئاسة ومن كل؟ قمنا بتسليم هذه التوجيهات إلى مدير أمن عدن الأخ اللواء شلال، وإلى الآن لم يقم بتنفيذ التوجيهات. قامت الأخ رئيس الجمهورية، دولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة، النيابة العامة في عدن، كل هذه التوجيهات كلها سلمناها للملف متكامل للأخ مدير أمن عدن، وإلى الآن ما هي مبررات الرفض لمدير الأمن أستاذ فضل؟ مبررات الرفض لمدير الأمن؟ إدارة أمن عدن هم اللي اقتحموا السوق في 26 سبتمبر 2016، هم اللي اقتحموا السوق بأسلحة مسلحة، وتم اقراج الاتحاد التعاوني الزراعي وجمعيه النادي المستاجر ايضا معنا في السوق، الشريكه معنا، وتم تسليم السوق لطرف ثالث ما لوش اي صله بعمل السوق الزراعي. نعم. الاسباب التي استاذ فضل يعني جعلتكم يعني تدعون هذه الاطقم لحل النزاع، وايضا هذه الجهات التي سطت على السوق، من هي؟ اداره امن عدن. إدارة الأمن يعني. نعم. إدارة الأمن. طيب إلى الآن السوق لا زال يعمل ولا زال الناس يذهبون إلى السوق أم تم إغلاقه تماما؟ لا يعمل بس مش معانا، سلم السوق من إدارة الأمن سلموه طرف ثالث لشخص آخر، ما لك علاقة بالسوق الزراعي، ونحن اللي قمنا ببناء البنية التحتية وبناء كل شيء يعني جاهزين السوق كامل، نحن استقرنا أرضية بيضاء جاهزين السوق كامل من الألف إلى الياء، بنية تحتية متكاملة، مرافق قدمية، استفادة الأرض، وهذه كلفت احنا مئات الملايين، فنحن الان مظلومين كثير يعني. نعم. يعني ممتلكاتنا حقنا يعني كل المنشات اللي داخل السوق هي حقنا وحق جمعيه النادي. نعم. والان يستفيد منها شخص اخر ما له علاقه بالسوق الزراعي ولا شريك معنا ولا شيء. فنحن مظلومين، احنا ممتلكاتنا مئات الملايين كثيره جدا. نعم. فنحن ندعو الاخ مدير امن عدن اللي هو شلال عليه أن يتم تنفيذ توجيهات الفخامة الأخ الرئيس ونائب رئيس الوزراء. نعم. وزير الداخلية وزير الزراعة النيابة العامة في عدن، لأن هذه حقوق لا يمكن أن نستقلها، بنتابعها إلى آخر الحياة. طيب. يعني رمق في حياتنا. طيب أستاذ فضل، ربما وضحت هذه النقطة أستاذ فضل، اسمح لي أن أعود للأستاذ فتحي بن لزرق. أستاذ فتحي، كيف تفسر ما تحدث عنه الأستاذ فضل؟ ربما هذه حالة وقفنا عليها اليوم من ضمن الحالات التي تم الاستحواذ عليها، لكن هذه المرة يقول بأنها من إدارة الأمن من سطت على هذا السوق الذي هو تابع للاتحاد ودفعوا فيها الملايين حتى قاموا ببنائه وتشغيله. هو يقصد السوق الخضار المركزي قاعدة، صح؟ نعم. طبعا قصة السوق المركزي في عدن للأسف الشديد
كل الطرفين يكذبوا، سواء كان الطرف الذي كان مستأجر السوق ما قبل الحرب. أيوة. كان إذا هو الطرف الذي حدث السوق هذا كان يستأجره الطرف بمبلغ ذهيب جدا، 3 مليون ريال تقريبا في السنة أو في 6 أشهر، مبلغ قليل جدا لا يوازي دخل السوق حتى لشهر واحد أو حتى لعدة أيام. بالتالي فالطرف الذي كان مسيطر على السوق كان يستغله بشكل سيء. الطرف الثاني الذي أتى بعد الحرب وأخرج الطرف الأول للأسف الشديد مارس نفس الاستغلال، وبالتالي تحولنا من ظالم إلى ظالم آخر، أو من مستفيد غير شرعي إلى مستفيد غير شرعي. سوق الخضار في المنصورة هو بحاجة إلى أن يعود قولا وحقيقة إلى شرعية الدولة، إلى وزارة الداخلية. نعم. ووزارة الداخلية هي المعنية بتنظيم هذا السوق. نعم أستاذ فتحي، ما الذي يمنع الجهات الأمنية، لأن إدارة الأمن تدخلت بصورة مباشرة في هذا السوق، من إعادة هذا السوق للدولة وحل الإشكالية مع المستأجر الأول أو من قاموا ببناء هذا السوق؟ هو يفترض أن يعود أولا إلى وزارة الداخلية، ومن ثم وزارة الداخلية تخضع إجراءات التعاقد وفق ما هو موجود في صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بوزارة الداخلية والذي يتبعه السوق. للأسف شديد في عدن هناك إدارة أمن منفصلة، وهناك وزارة داخلية تابعة للواء بن عرب، وكل طرف يغني على ليلة. أستاذ فتحي، لذلك لن يعود السوق أو لن تعود إجراءات السوق بشكل سليم إلى متى وجدت الدولة بشكل صحيح وسليم في عدن. نعم، على مدار السنوات الماضية أستاذ فتحي وقبل الحرب كان الكثير يتحدث في عدن عن ناهبين الأراضي، عن من يسطون على الأراضي سواء كانوا من نظام المخلوع أو ما شابه ذلك، وهؤلاء من كانوا ينددون بهذه السلوكيات الآن بدأوا ينتهجونها في عدن. كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الذين كانوا ينددون بهذه الأفعال التي تتنافى مع كل القوانين والدساتير أن يمارسوا نفس الفعل؟ هو الحقيقة أنا شخصيا لا أستطيع أقول أنه نفس الأشخاص الذين نجدوا هم مارسوا، لا. نعم. القصة وما فيها أن الدولة غائبة في عدن، وحينما تغيب الدولة في عدن، في صنعاء، في فرنسا، في أمريكا، في أي دولة، إذا غابت الدولة لشهر أو ليوم أو ليومان الوضع سينهار. بالتالي ما يحدث في عدن هو أن الدولة غابت، حينما غابت الدولة ظهر الكل متسلقون ولصوص وضلاطقة ولهبون. الحل في عدن هو أن تعود الدولة، إذا عادت الدولة، إذا عادت أجهزة الضبط، إذا فعل القضاء، فعلت النيابات، فعلت أجهزة الردع لكل مجرم، كل هذه السلوكات تتقتل. الأمر ليس أنه هناك مظلوم كان يشتكي من الظلم ومن ثم مارس الظلم، لا، هناك غياب للدولة، وهذه الأمور موجودة أيضا حتى في نارك في تعزيز صناعة. أستاذ فتحي، سنتحدث عن مسألة القضاء. نعم، نتحدث عن هذا المحور في محورنا الأخير من الحلقة، لكن اسمح لي أن أعود للأستاذ فضل محفوظ. أستاذ فضل، مثلما تحدث الأستاذ فتحي ذكر بأن السوق ربما من الأصل والواجب أن يعود أولا لوزارة الداخلية، ومن ثم الوقوف على ما تقدمونه أنتم وما لديكم من أوراق أو إثباتات حول تشغيل السوق أو مستحقات يتم التعويض بها، ما رأيك أنت؟ لا والله أنا بوضح لك أول مرة، نحن مستقلين من وزارة الداخلية، السوق تقاعد وزارة الداخلية، ينتهي العقد في 2023، إبريل 2023، عاد باقي معنا كم سنوات كيف. وبعدين احنا كنا شغل السوق تشغيل ممتاز جدا، تشغيل تعاوني ممتاز جدا، ما فيش اي ما اللي ذكره الاستاذ فتحي انه في يعني تقصير في العمل او استغلال في العمل او انه ظالم، احنا مش ظلم، احنا عمل تعاوني، احنا مؤسسه تعاونيه، لا نظلم احنا ولا نظلم الحق، احنا عملنا خدمه، هدفنا الاساسي خدمه المجتمع والمزارعين، احنا كنا نقوم بوظيفتنا على اكمل وجه، ولا ظلمنا، ندفع كل الإيجار السنوية، ندفع كل سنة بسنتها عند الأخوان في وزارة الداخلية صندوق التقاعد إلى عام 2016، ما عندناش احنا أي مشكلة لا في التشغيل ولا في تسديد المستحقات. نعم. أما وزارة الداخلية احنا مستقلين من وزارة الداخلية أصلا فعلا، وفي توجيهات للأخ وزير الداخلية اللي هو حسين عرب بعد السوق. نعم. طيب استاذ فضل، نعم لضيق الوقت استاذ فضل اختم معك بسؤال اخير، هل انتم يعني في قضيتكم هذا مقدمه للمحكمه او للنيابه وتنتظرون الرد، ام مقتصر الامر على فقط على الاوامر التي تملكونها لديكم وتريدون يعني تجديد عقدكم في السوق؟
برنامج جدد الى 2023 استاذي. نعم هذا واحد. الثاني احنا متضمنين توجيهات الاخ مدير الامن عدل عند توجيهات فخامه الاخ رئيس الجمهوريه. توجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الداخليه. عنده توجيهات وزير الداخليه، عنده توجيهات من النيابه. بعد هذا كله الى 2020 بعده. نخلص الشيء ردوا حول هذه التوجيهات وبعدين لكل حادث حديث. نعم. اشكرك اشكرك جزيل الشكر امين عام الاتحاد التعاوني والزراعي في عدن الاستاذ فضل محفوظ. وعوده الى الاستاذ فتحي بن الازرق. استاذ فتحي، انتشار هذه الجماعات المسلحه من تملك السلاح وتفرض ما تريد بالقوه، هل نحن الان في عدن امام كما يقول المثل حاميها حراميها؟ اقصد على الجماعات التي تسعى للسطو على هذه المؤسسات، لا نعمم ولكن عن البعض الذين يمارسون هذه الممارسات في الحق العام والمؤسسات التابعة للدولة. أنا شخصيا لا أستطيع أن أقول أنه حاميها حراميها في عدن، لا. نعم. تحدثت فيما سبق أنه المدينة هذه فيها أطراف سياسية كثيرة متصارعة، فيها قوى سياسية متعددة، قوى عسكرية متعددة، قوى مسلحة كثيرة. ومنذ انتهاء الحرب كان مطلب الناس أنه يجب أن تكون لعدن قوة أمنية واحدة وقوة عسكرية تابعة للجيش واحدة، وتنتهي كل التشكيلات المسلحة الأخرى الموجودة زورا وبستانا باسم المقاومة. ومتى انتهت هذه القوات، كل هذا القليل ذاب في كيان الدولة، أعتقد أن الوضع سيستقيم وربما سيزيد بشكل واضح وحقيقي. لكن حينما تنزل إلى عدن أو إلى أحد المديريات تجد قسم شرطة يدعي أنه فاعل، لكنك تجد مقر للمقاومة فيه كل الأسلحة ويستدعون الناس وينزلون مع الناس ويمارسون دور تنفيذي. هناك مؤثر للجيش أيضا يمارس نفس الدور التنفيذي، وهناك مسلحين قبليين يمارسون نفس الدور التنفيذي. نعم. كل هذه الأطراف وهي موجودة. تعدد الجهات يكون فيها. نعم، تعدد جهات الضبط ومن يملكون الأسلحة ربما هو السبب الرئيسي أمام كل هذه المشاكل، أليس كذلك فتحي؟ بالضبط. نعم. وحالة أيضا حالة الصراع والانقسام السياسية في عدن أضعفت السلطة المحلية، خصوصا أن المحافظ المزلحي حتى اليوم لا يمارس دورها السيادي. نعم. في عدن بشكل جيد. نعم. وبالتالي أصبحت عدن محافظة لديها شبه محافظ لا يملك كل الصلاحيات. إدارة الأمن تحاول جيدا أن تبذل الكثير من الجهود، لكن الوضع السياسي، الصراع السياسي أثر. نعم. بشكل كبير على المتمثل. نعم أستاذ فتحي، المتمثل بالمجلس الانتقالي والمحافظ السابق يعني يقفون حجر عثرة أمام المحافظ الجديد، لم يعطوه كامل الصلاحيات لممارسة مهامه. لا، هذا رأيك أخي الكريم، لكن أنا لا أتحدث من هذا المنطلق. نعم. لكن أقول الحقيقة أنه الوضع فعلا في عدن هناك صراع سياسي بين أطراف سياسية متعددة. نعم. بين أطراف حزبية، بين أطراف مختلفة. هذا الصراع أثر على الوضع الآن في عدن بشكل كبير، ونحن نتمنى أنه كل الأطراف هذه أولا تنتهي من صراعها، أو على الأقل أن تفسح المجال للسلطة المحلية أن تعمل، وأن يتم تحييد على الأقل جهاز السلطة المحلية وجهاز الأمن العام من أي صراع سياسي. نعم. بين هذه الأطراف، كون أن هذا الجهاز الأمني وجهاز السلطة المحلية هما من يفرقا حياة الناس في عدن بشكل كبير، وأي ضرب لهذه الأجهزة هو ضرب للحياة. نعم. الصميم في عدن. نعم فتحي، تحدث الكثير بأن هناك من سطى على بعض المنازل التابعة لمن هم من أبناء المحافظة الشمالية، وهناك حالة وصلتنا تقول بأنه تم السطو على منزله، وعندما أراد العودة إلى المنزل تم يعني دفع ما يقارب 25 مليون حتى يتم إخراجهم من البيت، وباعوا له البيت يعتبر بيع من جديد. هل لديكم يعني اطلاع على هذه القضايا؟ هل تابعتموها؟ للتصحيح، من تم نهب منازلهم في عدن أو الاستيلاء عليها ليسوا شماليين فقط، هناك جنوبيين كثر تم الاستيلاء على منازلهم. أمس أنا في الصحيفة تلقيت شكوى من أسرة عدنية بأن لديها منزل في المنصورة تم الاستيلاء عليه خلال الحرب بقوة السلاح بسبب مغادرتهم خارج المنزل. إذن اللص هذا أو السارق البلطجي هو في الأخير يسرق منزل، لا يسرق أشخاص، لا يهمه المنزل هذا يملكه من، يعود ملكيته لمن، هو لا يهتم بهذه الأمور، هو فقط يسرق المنزل. لذلك نحن أمام حالات للأسف الشديد لا تركز على انتماء الشخص لكنها تركز على طريقة السرقة. نعم هناك عشرات أو ربما مئات الحالات للسطو على أراضي، على منازل،
لكن من يقومون بهذه الافعال هم في الاساس يمثلون انفسهم، يمثلون السلوك الشاذ الذي مارسوه بسبب غياب الدوله، لكن في حال وجود الدوله فانهم سيرتجعون وسيخرجون من منزل الاخ المواطن الشمالي ومن منزل الاخ المواطن الجنوبي على حد سواء، كون ان هؤلاء لا يمثلون لا شمال ولا جنوب، هم يمثلون قيمه اخلاقيه سيئه يتمتعون بها. صحيح. فتحي أختم معك بسؤال أخير فقط، شهدت الأيام الأخيرة بأن هناك توجيهات كبيرة من الرئاسة ومن الحكومة بإعادة المؤسسة القضائية والنيابة العامة من أجل البت في قضايا الناس، وربما ستساهم بشكل كبير جدا في حل هذه القضايا. هل لمستم فعلا تحرك الآن على الأرض؟ بدأت النيابات والمؤسسات القضائية تمارس مهامها أم هي عبارة عن أوامر على ورق فقط؟ طبعا السلطة الشرعية تحدثت قبل أشهر أنها بصدد إعادة تفعيل عدة أقسام قضائية، منها النيابة الجزائية وهي المختصة بقضايا الإرهاب، والقضاء العادي المتمثل بالدرجات الابتدائية والاستئناف وغيره. تابعنا الأمر مع السلطات الوكيلة في عدن، فعلا بدأت عملية الترميم لمبنى النيابة الجزائية في الصولبان، ونتمنى أن تنتهي بأسرع وقت وأن تعاود السلطات القضائية العمل. في حال نجحت الحكومة الشرعية في إعادة تفعيل أجهزة القضاء، أعتقد أنها ستدفع بعجلة الأمن إلى الأمام بشكل كبير، وخلال عام أو خلال 6 أشهر فقط سيجد الناس الفرق الكبير بين الوضع الحالي والوضع الذي سيلي هذه المرحلة. نعم، أشكرك جزيل الشكر رئيس تحرير عدن الغد الأستاذ الصحفي فتحي بن الأزرق، كنت معنا عبر الهاتف من عدن، والشكر أيضا لأمين عام الاتحاد التعاوني والزراعي الأستاذ فضل محفوظ، والشكر موصول لكم. وقبل الشكر كنا نتمنى أن يكون معنا إحدى الجهات الرسمية والأمنية في عدن، وحاولنا التواصل معهم حقيقة لكن لم يتجاوب معنا أحد للرد والحديث عن هذه الحالات التي تقوم بالسطو على كل مؤسسات الدولة في ظل غياب الجهات الأمنية. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحايا معدة هذه الحلقة الزميل أسامة القطيبي، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى نلتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.